لعيبة الناشئين 72 لغاية 74 تقريبا، وطلعت الفريق الأول ورجعنا البطولة للنادي الأهلي. كانت البطولة ساعتها في الزمالك على طول الخمسينات والستينات، من أول الجيل بتاعنا لما طلعنا خدنا البطولة في الأهلي لغاية ما أنا بطلت 89 خسرناها مرة واحدة، ووصلت بقيت كابتن النادي الأهلي وأحسن صانع ألعاب في أفريقيا وفي مصر طبعا، وخدتها على مستوى العالم في بطولة العالم العسكرية أحسن صانع ألعاب، ماستر الكرة الطايرة. شاركنا في كأس عالم مرتين، شاركت في أولمبياد مرتين، بحر أبيض مرتين، أفريقيا كتير جدا كنا بنكسبها على طول، كنا يعني بنكسب تونس على طول السبعينات والثمانينات. انت بتخش النادي الاهلي بتمشي على مبادئه من اول يوم تخش في النادي الاهلي، كل جيل بيسلم جيل وهي نفس المبادئ والروح واحده في النادي الاهلي، روح الفانيلا الحمراء. ماتش اعتزالي اتعمل في نادي الجزيره سنتر كورت بين منتخب مصر ومنتخب بلغاريا، وكانوا جايبين لمنتخب مصر مدرب بلغاري يمسك منتخب مصر، عنده افريقيا بعد الماتش اعتزالي بشهرين ثلاثه. يعني انا لعبت في النادي الاهلي 16 سنه هوايه كامله، ما كانش فيه احتراف ايامنا. جمهور النادي الاهلي هو اهم عنصر في المنظومه. انا دلوقتي لما بطلت بقيت من جمهور النادي الاهلي. بحب النادي الاهلي في جميع الالعاب وبشجعه في جميع الالعاب وبقف وراه على طول في جميع الالعاب. يعني اهم عنصر في النادي الاهلي هو الجمهور، والرياضه اصلا اتعملت عشان الجمهور.